أبناء الأعزاء، طلاب تأهيل الدكتوراه، يسعدني أن أقدم لكم الجزء الثاني من مادة التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الـ SPSS فيرجن 25 للعام الجامعي 19 20 الفصل الدراسي الثاني. استعرضنا مهارات استخدام الـ SPSS وتعرفنا على البيئة بتاعته. دلوقتي هنتكلم على الـ Analysis of Variance. وأنا هنوفا والشابترز اللي عندي الـ Analysis of Variance، Non Parametric Methods Chi Square Test، Non Parametric Methods Ranked Data. طبعا Analysis of Variance انا بستخدمه عشان اعمل comparison between 3 populations or more، يبقى الحد الادنى ليا 3 populations، وعلشان اعمل comparison يبقى هاخد عينه من المجتمع الاولاني، عينه من المجتمع الثاني، عينه من المجتمع الثالث، وهكذا بحد ادنى 3 عينات. ما عنديش شروط على حجم العينه، وابتدي اقارن ما بين متوسطات العينات، وعشان كده بنحط الفرض العدم بتاعي يساوي ميو 3 مع تاني متوسط، الفرض البديل بتاعي ميو 1 لا تساوي ميو 2 لا تساوي ميو 3، وهننفذ الكلام ده باستخدام الـ SPSS.